control of milk secretion. Control of milk secretion. دكتور خالد أبو الفضل، للتواصل fadl.ahlamuntada.net وسوق فيسيولوجي اون فيسبوك. زي ما احنا متعودين دايما بتكلم على كنترول لأي شيء في الدنيا، يبقى ممكن يكون فيه نيرفس كنترول وممكن يكون فيه هرمونال كنترول. ايه هي الهرمونز اللي بتتحكم في الميلك سيكريشن؟ هلاقي في حاجة اسمها استروجين وحاجة اسمها بروجسترون، دول بيقللوا الميلك سيكريشن، وحالا هنعرف ازاي، على الرغم ان في ملحوظة مهمة جدا احنا عارفينها واحنا بندرس في البرولاكتين، عارفين ان الاستروجين والبروجسترون بيزودوا البرولاكتين سيكريشن. طيب ازاي هما بقى بيقللوا الميلك سيكريشن على الرغم من ان البرولاكتين اللي هو تاني حاجة بتأثر على الميلك سيكريشن او بتكنترول الميلك سيكريشن، بيزود الميلك فورميشن والسيكريشن بتاع الميلك. البرولاكتين which is a hormone secreted by anterior pituitary بيزود الميلك فورميشن اند سيكريشن، وعلى الرغم من ان الاستروجين والبروجسترون اثناء الحمل بيبقى مستوياتهم عاليه، وبالتالي بلاقي البرولاكتين عالي، الا ان ما بيحصلش ميلك فورميشن وسكريشن. طب ليه؟ لان الاستروجين والبروجسترون على الرغم من انهم بيزودوا البرولاكتين كميا كوانتيتيف انكريز، الا انهم بيعملوا حاجه اسمها كواليتيف ديفيشنسي، بمعنى موفرين هذا البرولاكتين. هنا لو جينا شوفنا الرسمه اللي قدامي ديت، ادي الالفيلوس اوف ذا بريست، المكان اللي هيصنع فيه الايه الميلك. المفروض البرولاكتين بيشتغل على الماماري جلاند على هذه الالفيولاي وبيزود تكوين الميلك فورميشن. اما يبقى الاستروجين والبروجسترون عالي بيعملوا ايه؟ انهبيشن للاكشن اوف برولاكتين ات ذا الفيولار سايت. يعني يبقى البرولاكتين موجود في الدم بكميه كبيره لكن ما بيشتغلش. يعني بمعنى اخر، الاستروجين والبروجسترون بيعملوا كوانتيتيف انكريز ان برولاكتين سيكريشن، لكن بيعملوا ايه؟ ديكريز ان كواليتيتيف فانكشن بتاعت البرولاكتين، يعني ما بيشتغلش على الالفيولار الالفيولاي اوف ذا ماماري جلاند ديورنج بريجننسي. وبالتالي اول ما بيحصل الليبر ويقل الاستروجين والبروجسترون، صادم ديكريز ان استروجين اند بروجسترون باي ليبر، هلاقي ان هيبدا الميلك سيكريشن. ليه؟ لان في الحاله ديت بيبقى البرولاكتين تحرر من الانهبيتوري افكت بتاع الاستروجين والبروجسترون. يبقى التكرار بيعلم مين؟ الشطار. الهرمونال كنترول اوف ميلك سيكريشن، اول حاجه استروجين وبروجسترون بيعملوا انهبيشن للميلك سيكريشن من خلال ايه؟ من خلال انهم بيعملوا انهبيشن للاكشن اوف برولاكتين على الماماري جلاند الفيولار. البرولاكتين بيشتغل على الماماري جلاند على الالفيولاي، بيعمل بيزود الميلك فورميشن اند سكريشن اوف ميلك. طيب الاوكسيتوسين ده هرمون بيتصنع بواسطه الهايبوثالاموس ويتخزن في البوستيريور بيتيوتري. هذا الاوكسيتوسين بيزود الميلك ايجكشن او حاجه اسمها ميلك ليد داون. ازاي؟ عن طريق كونتراكشن لحاجه اسمها الماي ابيثيليال سيل. لو بصيت على الصوره اللي قدامي او الرسمه اللي قدامي ديت، ادي الالفيولس اوف ذا ماماري جلاند، حواليها كونتراكتايل سيل اسمها الماي ابيثيليال سيل. دي لو حصل كونتراكشن لهذه الماي ابيثيليال سيل هتعمل سكويزنج لمين؟ لهذه الالفيولس، يعني تعصرها كده، فبالتالي هتعمل ايه؟ ها؟ ميلك ايجكشن او ميلك ليد داون. يبقى تو سمرايز، الهرمونال كنترول اوف ميلك سكريشن، في استروجين وبروجسترون ده يقللوا الميلك سكريشن، في برولاكتين هيزود الميلك فورميشن اند سكريشن، في اوكسيتوسين هيزود الميلك ايجكشن اور ميلك ليد داون. طيب في حاجه اسمها ساكلينج ريفلكس اند رول اوف هايبوثالاموس، اللي هي الحاجه الثانيه، مش انا بقول
في هرمون الكنترول، في نيورال كنترول او نيرفس كنترول. في النيرفس كنترول بوجه عام ناخدها قاعده، اي نيورال كنترول يبقى اسال نفسي سؤال، هل في حاجه اسمها كونديشند ريفلكس ولا لا؟ وهل في حاجه اسمها ان كونديشند ريفلكس ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ كونديشند بالعربي كده معناها مشروطه، كونديشند بحاجه يعني مشروطه بحاجه، ان كونديشن لا الشرط ده مش ضروري. الكونديشند ريفلكس معناها ايه؟ ده اكوايرد، ده بيبقى ريفلكس مشروط بانه اكوايرد، محتاج ايه؟ انه يكتسب. لكن الان كونديشن ده انبورن ريفلكس، الواحد بيتولد به. زي ايه مثلا؟ العيل اللي لسه مولود لو لمست بقه كده من الجنب هيحرك وشه عشان يحاول يرضع، ده حاجه مولود بها، انبورن ريفلكس، مش محتاج انتاكت سيريبرال كورتكس، مش محتاج انه يكون كونشوس. كلام كويس. امال الكونديشن ريفلكس، هل العيل لسه مولود ده لو شم ريحه الاكل هيحصل له سلايفيشن، يعني ريقه هيجري وهيحتاج يرضع؟ لا، لسه ما اتعلمهاش. فنفس الكلام عندنا هنا في الميلك سيكريشن. في حاجة اسمها conditioned و unconditioned reflex. الconditioned مشروطة بانها acquired. يعني ايه؟ لو الام اللي هي lactating mother شافت الطفل بيعيط، او شافت طفلها بيعيط، او سمعت عياط ابنها، او سمعت حتى عياط طفل غريب حتى صغير، او قرت على حاجه تمس الطفوله والامومه وكده وهي في مرحله لاكتيشن، كل ده هيؤدي الى ايه؟ ان هيحصل استيميليشن للسنتر اوف ايموشن اللي هو الهايبوثالامس. الهايبوثالامك استيميليشن هتعمل حاجتين اتنين، هتزود السكريشن اوف اوكسيتوسين من الهايبوثالامس وينزل يتخزن فيه البوستيريور بيتيوتري عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال نيورال تراكت، وهذا الاوكسيتوسين هيحصل له ريليز من البوستيريور بيتيوتري علشان يعمل كونتراكشن في المايو ايبيثيليال سيل، فيعمل ملك ايه؟ ايجكشن اور ملك ليت داون. تاني حاجه الهايبوثالاميك ستيميليشن هتشتغل على سيرتن inhibitory factor and releasing factor بيطلعوا من الهايبوثالامس، هتعمل inhibition للبرولاكتين inhibitory factor من الهايبوثالامس وstimulation للبرولاكتين releasing factor من الهايبوثالامس. اما هيحصل inhibition للبرولاكتين inhibitory factor يعني معناها ايه؟ نفي النفي اثبات. inhibition للinhibitory factor يعني بعمل stimulation، يبقى الانهبيشن اوف برولاكتين انهبيتوري فاكتور او هرمون معناه انه هيستيميليت البرولاكتين سكريشن من الانتيريور بيتيوتري، وهيعمل استيميليشن للبرولاكتين ليزنج فاكتور من الهايبوثالامس اللي هينزل للانتيريور بيتيوتري، يعمل استيميليشن للبرولاكتين عن طريق حاجه اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. البرولاكتين هيخرج من الانتيريور بيتيوتري هيعمل استيميليشن للميلك فورميشن اند سكريشن. يبقى تاني الكونديشن ريفلكس مشروط بانه لازم يكون ايه؟ اكوايرد في انتاكت سيريبرال كورتكس في كونشوس، يعني في معناها بريفيوس ليرنينج، سيينج ثينكينج ليسنينج كراينج ريدينج two crying baby هيؤدي الى stimulation of the hypothalamus which releases oxytocin to the posterior pituitary which is released from posterior pituitary and increase milk ejection through contraction of the myoepithelial cell. or stimulation of hypothalamus هيؤدي الى inhibition للrelease of prolactin inhibitory factor from the hypothalamus
or stimulation of prolactin releasing factor من الهايبوثالاموس، والنت ريزلت ان هيزيد البرولاكتين سكريشن من الانتيريور بيتيوتري، وبالتالي هيزيد الميلك فورميشن اند سكريشن. طب ده اللي انا قلت عليه الشق الاولاني من الريفلكس اللي انا بقول عليه كونديشند ريفلكس. امال الان كونديشند ريفلكس او الانبورن ريفلكس، العيل لسه مولود وتلاقيه على طول يمسك ايه صدر امه على طول يرضع، ده مش محتاج تعلم. ساكلينج اوف ذا بريست او ساكلينج اوف ذا نيبل هيؤدي الى ايه؟ استيميوليشن اوف ذا هايبوثالاموس عن طريق نيرفس باسوي، هيعمل نفس الاكشنز الهايبوثالاموس على الهايبوثالاموس، هيزود الاوكسيتوسين ريليز من الهايبوثالاموس، وبالتالي الاوكسيتوسين هيطلع من البوستيريو بيتيوتري، سيكريتد من البوستيريو بيتيوتري، ويعمل اكشن اللي هو الميلك ايجكشن. او الهايبوثالاموس هتشتغل على البرولاكتين ريليزنج وانهبيتوري فاكتور، تعمل انهبيشن للانهبيتوري واستيميليشن للريليزنج، فالنت ريزلت ان هيزيد البرولاكتين فيزيد الميلك فورميشن اند سيكريشن. وبالتالي قدرت افهم يعني ايه ساكلينج ريفلكس، وعرفت الرول اوف ذا هايبوثالاموس، وعرفت حاجه اسمها الكونديشند اند انكونديشند كنترول اوف مين الميلك سيكريشن. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها في الكنترول اوف ميلك سيكريشن اتكلمت على الهرمونال كنترول، وعرفت الدور بتاع الاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين والاوكسيتوسين، ثم اتكلمت على الهرمونال كنترول والدور اوف ذا هايبوثالاموس طريق سايكلينج ريفلكس اند رول اوف هايبوثالاموس، عرفت الكونديشند والانكونديشند ريفلكس. النقطه الاخيره اللي عايزين نعرفها، عايز اعرف الكنترول او الهرمونال كنترول اوف بريست جروث او جروث اوف ذا بريست. الايرلي جروث اوف ذا بريست يشمل ايه؟ يشمل مثلا السايز اوف ذا بريست، الفات ديبوزيشن، البلاد سبلاي، النبل، الدكت سيستم، كل دول هيقوم به مينلي الاستروجين، لكن في اذر هرمونز هيساعدوه زي البرولاكتين، زي الانسولين، زي الكورتيزول وخلافه. طيب هل في الايرلي جروس ده بعد الايرلي جروس على طول، هل هذا البريست ناو كان اكت از اجلاند ويشتغل ويعمل ملك سكيشن؟ لا، الايرلي جروث ده زي ما يكون واحد بيبني بيته وبيحط اساس، يحط اساس متين هيقدر يبني عماره كبيره، لكن الاساس في حد ذاته ما هوش بيت، محتاج لسه ابني، فمحتاج اعمل الليد جروس، ان يحصل جروس لمين؟ للبيولز و دكتيولز والالفيولاي اللي هتبدا تعمل الملك سكيشن، اللي هيقوم بالدور ده هو مينلي البروجسترون، بس مش لحاله، الاذر هرمونز هيساعدوه، يعني حتى الاستروجين هيبقى له دور، الانسولين له دور، الجروث هرمون له دور، البرولاكتين له دور، لكن الاساس البروجسترون. يبقى الهرمون اللي مين اللي بيكنترول الدكت سيستم جروث اوف ذا بريست استروجين، المسؤول مينلي الهرمون المسؤول مينلي على الجروس اوف الالفيولاي اوف ذا بريست، يبقى هو مين؟ البروجسترون. تو سمرايز، عرفنا يعني ايه كنترول اوف ميلك سيكريشن، ايه هو الهرمونال كنترول سواء استروجين او بروجسترون يعملوا ايه، عرفت البرولاكتين بيطلع منين وبيعمل ايه في الميلك سكريشن، عرفت الاوكسيتوسين سايت اوف سكريشن
واهميته بالنسبه للكنترول اوف ميلك سكريشن، عرفت الساكلينج ريفلكس والرول اوف ذا هايبوثالامس ان كنترولينج ميلك سكريشن، ثم كلمتين صغيرين في الاخر على الكنترول اوف جروث اوف ذا بريست.